أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مشاهدينا الكرام، أهلا بكم معنا في حصاد الرياضية، والبداية دائما مع العناوين. الوحدات أول نادي أردني سيشارك في دوري الأبطال. وتساؤلات كثيرة حول تدني المستوى الفني لنجوم مرحلة الذهاب العكش ويزن العماد. تفاصيل أكثر مشاهدينا الكرام في حصاد الرياضية بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حصاد الرياضية، والليلة نتحدث في العديد من المواضيع، والبداية نتحدث عن مشاركة الوحدات في دوري أبطال آسيا والتي بادت في حكم المؤكد بعد منح الرخصة الآسيوية لعدة أندية، والأندية المنافسة الجزيرة الرمثة لم يتسنى لها بالحصول على الرخصة الآسيوية، ولذلك أصبح من المؤكد مشاركة الوحدات في دوري أبطال آسيا بغض النظر عن تحقيقه وبغض النظر عن مصير هوية بطل دوري المحترفين. للحديث في هذا الجانب وعن مشاركة الوحدات ومشاركات الوحدات محليا والمشاركات التي ستكون في القادم آسيويا، يسعدنا أن يكون معنا مدير نشاط الكرة في نادي الوحدات زياد شلباية معنا عبر سكايب. يسعد مساك أستاذ زياد. مساء النور أستاذ نايف، بمس عليك وعلى مشاهدينا الكرام، وبمس على جميع المشاهدين، وبقول لكم الله يعطيكم العافيه على الجهود اللي بتبذلوها من اجل الرياضه الاردنيه. استاذ زياد، يعني بكل تاكيد الان تفكيركم منصب على بطوله الدوري في الجولات القادمه، لكن هذا الخبر بكل تاكيد وضع مسؤوليه اكبر عليكم اليوم كاداره في مشاركه ستكون تاريخيه وهي لاول مره لنادي اردني في دوري ابطال اسيا، كيف استقبلتم هذا الخبر مبدئيا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الخبر اللي استقبلناه انه احنا نمثل الاردن في بطوله الانديه الاسيويه ابطال الدوري، يعني خبر مفرح لمحبي وجماهير نادي الوحدات ولجميع اقطاب الكره الاردنيه. للامانه هذا انجاز بالنسبه لنادي الوحدات، واول فريق اردني سيكون هو نادي الوحدات، اول مشاركه اردنيه في بطوله الانديه الاسيويه، يعني اول فريق اردني بيشارك في بطوله الانديه الآسيوية أبطال الدوري، وهذا نعم. افتخار بالنسبة لنا لجميع إنا ولجماهير الوحدات إنه فريق الوحدات يكون أول فريق أردني بيشارك في بطولة الأندية الآسيوية. يعني خبر للأمانة خبر مفرح، وبجميع الحالات إحنا رايحين نشارك في هذه البطولة. نعم أستاذ زياد، الآن هذا الخبر كما تحدثنا مسؤولية أكبر، ممكن الآن بطولة الدوري أبرمتوا تعاقدات أنتم كإدارة سابقة، لكن الآن ممكن هذا الموضوع بتطلب أكثر وأكثر، كيف بتشوف الأمور أمام التحديات الكبيرة اللي بتمر فيها اليوم أندية المحترفين في الأردن؟ بتشوف المشاركة مع التحديات الصعبة محليا؟ للأمانة يعني التحديات اللي راح تواجه الأندية الأردنية عامة ونادي الوحدات خاصة في هذه البطولة، يعني صحيح تحديات صعبة. احنا حاليا بننظر الى اول شيء في بطوله الدوري ولانهاء الموسم، لانه باقي عندنا خمس مباريات، والمباريات خمس مباريات مهمه، وان شاء الله احنا الدوري لسه ما انحسم، بس ان شاء الله الوحدات ان شاء الله بيكون من نصيبه بطوله الدوري. نعم. طبعا في عندنا تجهيزات، ومجلس الاداره الحالي، الجهاز الفني، اللاعبين كلهم بشوق انهم يشاركوا في هذه البطوله اللي تعتبر الاولى بالنسبه لنا كنادي الوحدات وبالنسبه للكره الاردنيه. طبعا احنا في عندنا دراسه، في عندنا راح يكون معسكر خارجي لفريق كره القدم في دوله الامارات ان شاء الله في شهر 2 استعدادا لهذه البطوله. طبعا في عندنا لاعبين راح نستقطبهم، وهذا بناء على قرار من الجهاز الفني، وفي عندنا لاعبين بتنتهي عقودهم ايضا راحين ندرس مين بيلزم نادي الوحدات، مين ما بينفع النادي، وهذا كله تقرير من المدير الفني الكابتن عبد الله ابو زمع، لانه هذا القرار الفني وصاحب القرار الفني الاول والاخير هو الكابتن عبد الله ابو زمع والجهاز المعاون. بس راح يكون عندنا تجهيزات ما بعد مباراتنا النهائيه في بطوله الدوري، وان شاء الله الله بكرمنا وبكرم جمهورنا وبكرم جماهير الوحدات، لانه جماهير الوحدات
هي المحفز للفريق، وهي الرقم الصعب في تاريخ النادي الوحدة، وهي العلامة الفارقة إنها كنادي الوحدة. طيب أستاذ زياد، الآن ممكن التساؤلات، والكل يعلم بأن الآن الوحدات تحت إدارة ولجنة مؤقتة، بتشوف هذا الموضوع راح يكون عبء أكثر عليكم بعدم وجود إدارة مستقرة، إدارة بشكل رسمي، ولا بتشوف اليوم لجنة مؤقتة خصوصا بعد نهاية موسم، بغض النظر عن الوحدات شو كان ترتيبه في بطولة الدوري، لكن الآن مرحلة جديدة، عم تحكي عن تعاقدات جديدة، عم تحكي اليوم عن يعني ترتيب وإعداد لفترة قادمة، كيف بتشوف هذا في ضوء وجود لجنة مؤقتة للفريق؟ كابتن، نادي الوحدات نادي كبير، نادي الوحدات نادي كبير بأبنائه، نادي الوحدات نادي كبير بجمهوره، نادي الوحدات نادي كبير بمحبيه، نادي الوحدات نادي كبير بكل المقاييس. نادي الوحدات بمن حضر، يعني مش رايح يأثر على نادي الوحدات أي شيء، إن كان زياد شلباي موجود أو غير زياد شلباي موجود، نادي الوحدات نادي كبير، وهي الحمد لله إحنا حاليا متصدرين الدوري، ولا ننكر جهود الإدارات السابقة اللي عملت على انه ترفع اسم نادي الوحدات واستقطبت اللاعبين، ولا ننكر دور الاداره المؤقته على دعمها لنادي الوحدات. نادي الوحدات دائما بمن حضر. نعم، يعني استاذ زياد نفهم منك في هذا الخبر ومشاركه الوحدات اسيويا بان نادي الوحدات مبدئيا سيكون بقياده الكابتن عبد الله ابو زمع في المرحله القادمه، وخصوصا في دوري ابطال اسيا، وبناء على رؤيه وطلبات الكابتن عبد الله ابو زمع سيتم تعزيز او انهاء عقود بعض اللاعبين بناء على رؤيته، هذا بعد انهاء بطوله الدوري. طبعا الكابتن عبد الله ابو زمع هو المدير الفني، وعقده للموسم القادم مع نادي الوحدات، وكل الصلاحيات الكامله من مجلس اداره النادي بالنسبة للأمور الفنية، بالنسبة للاعبين، بالنسبة للاستقطابات، كل هذا الموكل فيه المدير الفني عبد الله أبو زمع. وزي ما حكيت لك أخ ليث في البداية، راح يكون إن شاء الله نادي الوحدات وفريق نادي الوحدات في هذه البطولة الحصان الأسود في هذه البطولة، وإن شاء الله راح يكون يقارع كل الفرق على المستوى الآسيوي، وكل التجهيزات راح تكون ما بعد حصولنا إن شاء الله على بطولة الدوري. أخيراً أستاذ زياد، بنسألك عن بطولة الدوري حالياً، الوحدات يقدم مستويات كبيرة وباتجاهه نحو اللقب، لقب دوري المحترفين اليوم، يعني الوحدات مع كامل جزيلة، لكن نستغل وجودك نسمع بعض الأخبار أنه في بعض اللاعبين الوحدات أو الرؤية الفنية بأنه عدم التجديد لهم للمرحلة القادمة، وسمعنا عن يزن ثلجي عدم مشاركته بأنه موجود في بعض المباريات خارج الكشف، أنه كان هناك في نية بأنه اللاعب ممكن يتم فسخ عقده او خروجه بالتراضي من نادي الوحدات. كابتن ليث، زي ما حكينا احنا في البدايه، المدير الفني هو صاحب القرار انه يلعب اي لاعب او ما يشارك اي لاعب، هاي امور فنيه وليس امور اداريه او امور براي اشخاص او راي الجمهور، رايهم جمهور، جمهور عاطفي، وكل واحد بحب، واحد بحب انه يلعب صحيح. ولكن القرار الفني الاول والاخير للكابتن عبد الله ابو زمع. واحنا لغايه الان احنا باقي للدوري 20 يوم، في حاله انه المدرب بده يستغنى عن اي لاعب احنا ما عندنا مشكله، وفي حاله استقطاب اي لاعب احنا برضه ما عندنا مشكله، في عندنا حوالي 10 لاعبين بتنتهي عقودهم ورايحين ان شاء الله نتفاوض معهم بناء على تنسيب من المدير الفني، بدون يكون في لاعبين لهم نصيب يظلوا في الوحدات، وبدون بعض اللاعبين ما يكون لهم نصيب، نتمنى لهم التوفيق. ورايح يكون نادي الوحدات المرحله القادمه في دعم بالنسبه للاعبين، بالنسبه للمراكز، وهذا كله بتنسيب من الجهاز الفني لفريق كره القدم. طب السؤال الأخير، خصوصا أنكم مقبلين على مشاركة مهمة، بالنسبة لعبد العزيز نداي، هشام السيفي، فهد اليوسف محترفين، هل بدأتم بالتفكير أو بدأتم بمفاتحة اللاعبين لتجديد كابتن وجودهم؟ احنا حاليا لم نفاتح لا أي لاعب محلي ولا أي لاعب من الخارج، لأنه أنا زي ما حكيت لك بهمنا الدوري، والدوري ما انتهى. هسا إذا أنا بدي أتفاوض أو الإدارة أو المدرب بدنا نتفاوض مع لاعب، افرض احنا ما صار اتفاق، معناته احنا عملنا مشكله وخربنا مسيره الدوري. لا، احنا بعد ما ننتهي من الاستحقاق المحلي اللي هي بطوله الدوري سنقوم بمفاوضه، ثاني يوم من استلام الدوري سنقوم بمفاوضه جميع اللاعبين اللي بتنتهي عقودهم، كان محليين او محترفين او الناس اللي بدنا نستقطبهم. وفي بعض الاسماء يعني اتشاورنا مع الجهاز الفني للفريق
انه نستقطبهم يكونوا عندنا ولاعبين محليين للاستقطاب انهم يكونوا في نادي الوحدات. نعم نعم. طيب بدنا نقول لك بس رساله من جمهور الوحدات لكم اليوم كاداره وانت اليوم كمدير نشاط كره قدم، يعني جمهور الوحدات بقول لك اول شيء عبد العزيز زنداي يبقى في نادي الوحدات للموسم القادم. طبعا عبد العزيز زنداي يا استاذ زايد موقع سنتين. اها. الوحيد اللي من المحترفين موقع سنتين عبد العزيز زنداي لسه الموسم القادم. نعم. علما بانه جاء عده عروض للكابتن انداي، واحنا كنادي الوحدات كمدير فني للفريق لم يوافق على العروض اللي قدمت له، لانها لا تليق بمستوى نادي الوحدات ولا تليق بمستوى اللاعب الذي يقدم موسم كروي رائع. نعم، اذا سيبقى عبد العزيز انداي في صفوف نادي الوحدات. اخيرا اذا استاذ زياد بتحب توجه رساله اليوم لكل متابعي ومشجعي كره القدم الاردنيه وبالخصوص جماهير الوحدات العاشقه للمارد الاخضر. يعني احنا بنتمنى من جميع جماهير الكره الاردنيه عامه وجماهير الوحدات خاصه الوقوف مع فريق الوحدات في هذه البطوله التي تعتبر الاولى على مستوى الاردن، والفريق زي ما حكينا في البدايه اول مشاركه في بطوله الانديه الاسيويه لفريق اردني في عبر التاريخ. بنتمنى انه كل الجهات كل الداعمين يقفوا خلف الوحدات، وبنتمنى الدعم لانه الانديه الاردنيه ونادي الوحدات، انا خليني احكي مع نادي الوحدات بشكل خاص والأندية الأردنية بشكل عام، إنه نادي الوحدات والأندية كلها بتعاني من الأمور المالية. بنتمنى الدعم لهاي الأندية، بنتمنى من محبي نادي الوحدات وجميع الوحدات الالتفاف والوقوف خلف نادي الوحدات في هذه المشاركة. يا رب إن شاء الله الرقم الصعب وجمهور الوحدات وجمهور الأردن، نتمنى الوقوف خلف أي فريق بشارك في المباريات لأنه بيرفع علم الأردن وبيرفع علم البلد، ولازم طبعًا. احنا لما نشارك كفريق الوحدات او الفيصل او الجزيرة او الرمضة الكل الأردنيين يقفوا خلفه في هذه الاستحقاق وهذه البطولة. بدي اشكرك استاذ زياد مدير نشاط كرة القدم في نادي الوحدات على وجودك معنا عبر سكايب في حصاد الرياضية، والامنيات دائما بالتوفيق لنادي الوحدات ممثل الاردن خارجيا ولاي نادي اردني يمثل الاردن خارجيا. اذن الوحدات في دوري ابطال اسيا الفيصلي وصلت من المحتمل اذ كانت مراكزهم ما بين المركز الاول والسادس المشاركة في كأس اتحاد اسيا. الجزيرة تقدم لطلب رخصة محلية ولم يتقدم بطلب لرخصة اسيوية لذلك لن يشارك في البطولات الخارجية. الرمثة قدم طلب للرخصة الاسيوية لكن من شروط الحصول على الرخصة الاسيوية ان لا يكون هناك ذمم مالية محلية ودولية على النادي، والرمثة كان في هنالك ذمم مالية على الفريق لذلك لم يحصل على الرخصة الاسيوية فتلاشت حظوظه بتواجده في البطولات الخارجية. بكل تأكيد في الحلقات القادمة سنتحدث أكثر وأكثر وسنكون على تواصل مع إدارة نادي الرمثة وإدارات أندية المحترفين، لكن الآن الوحدات تركيزه على بطولة الدوري وبعدها بكل تأكيد راح يكون التركيز على البطولات الخارجية. الأمنيات والتوفيق لجميع الأندية الأردنية. الآن مشاهدينا الكرام نتحدث عن موضوع في مرحلة الذهاب كان تسليط الضوء كبير، عيزن العيمات محمد العكش، تسليط الضوء كان بسبب المستوى الفني الرائع اللي قدمه النجوم وشباب في دوري المحترفين. العكش سجل 8 أهداف، تصدر الهدافين في مرحلة الذهاب. يزن العيمات سجل 5 أهداف وقدم مردود عالي. في مرحلة الإياب نشاهد تفاوت في الأداء حتى أصبحنا لا نشاهد محمد العكش أساسيا في مواجهات الفيصلي. نذكر الجماهير بأبرز أهداف محمد العكش يزن العيمات في الفيديو التالي ونعود ونتحدث بالتفصيل أكثر عن هذا الموضوع. فريق الصريح هذا هو ايضا مجد العطار، الكره النموذجيه وشوف شوف شوف اختراق من بين لاعبين اثنين بالقدم اليسرى على اكمال الحارس ايضا عيسى نفس. هدف 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 لا يصد لا يرد. الحركه الاولى في مباراه اليوم هذا هو محمد العكش بالسيطره والتسديد. يا سلام التي تراخصت في شباك النادي الاهلي، هدف من اجمل اهداف مباريات درع الاتحاد لغايه الان. الملاعب المناسبه هنا لدينا الصريح في هذه المحطه تسديده بروعه في هدفين مقابل هدفين، هي الروعه هنا تكمن القصه. سحب لا شيء
في فن في إبداع ومحمد الحاج النظرة الثاقبة وهدف لا يقدر بزيادة وذهبت في سحاب لطريق بابي حتى الآن الصريح سحاب انطلاقة العطار بالجهة اليمنى والعكش يطلب الكرة هذا الخطير هذا الخطير جول للصريح يا سلام على هذه الانطلاقة يا سلام على نظرة هذا اللاعب سفاح هذا اللاعب محمد العكش اتجاه العكش الخطير الخطير كيف تتركه وحيدا كيف تتركه وحيدا ماذا ضعيفة ولا خطأ من الحارس أوه لنادي الصريح القناص هنا الصريح بفرصة التقدم في هذا اللقاء هذه كرة من جديد أهلا بكم مشاهدين الكرام والآن الحديث عن الهداف في دوري المحترفين وضيف الحصاد في الفقرة الثانية سيكون عبر سكايب الكابتن ديان صالح كابتن ديان يسعد مساك يسعد مساك أستاذ ليث لك ولكل السادة المشاهدين حياك الله وأيضا سيكون معنا عبر هاتف الكابتن أحمد عبد القادر بعد لحظات كابتن ديان ممكن اللي بيشاهد هاي الأهداف بيشاهد في موهبة حقيقية عند محمد العكش في مرحلة الذهاب لا يصدق من يشاهد هذا الأداء وهذه الأهداف التي سجلها خلال الفترة الماضية لا يصدق المردود الذي يقدمه اللاعب الآن مع ناديه حتى أصبح جليس الدكة في أغلب دقائق جلوسه مع النادي الفيصلي أصبحنا نشاهد اللاعب يلعب كبديل أنت ممكن من المدربين اللي أشرفت على تدريب الكابتن محمد العكش في النادي العربي في دوري الدرجة الأولى ماذا يحصل مع اللاعب بوجهة نظرك الفنية كمدرب اليوم هل اللاعب بيكون المستوى الفني نزل أما اليوم كمنظومة جديدة ما تأقلم معها كانت سبب بأن اللاعب غاب عن التسجيل بسم الله الرحمن الرحيم لا شك أنه محمد العكش من اللاعبين الموهوبين واللاعبين الأمانة الآن أنا رأيي فيه ما راح يتغير لاعبين من الطراز الرفيع لاعب هداف من عدة أماكن لاعب هداف بالفطرة من خط الستة بالتصوير من بعيد بالكرات العرضية لاعب يعني من بطولة الشيخ المرحوم سلطان العدوان سجل البطولة الدرع سجل بالدوري مع سجل الهاتريك سجل كان متميز يعني مش لاعب طفرة لاعب متمكن ولكن للأمانة ما اختلف عليه اللي هو المنظومة الفنية اختلفت بشكل كبير محمد العكش أجى على الفيصلي في ظروف فنية للأمانة مش هو هذا الفيصلي خروج اللاعبين والأعمدة الكبيرة من الفيصلي ما خدمت لاعب جديد على الفريق انت لما تجيب لاعب جديد على الفريق هذا هداف هذا بده يكون عنده يخلقوا له فرص الفريق وهو يسجل مش مطلوب من لاعب يجي يخلق هو الفرص ويطوع الفرص لنفسه فبالتالي ما وجد الزخم الهجومي الجيد وهذا كل المتابعين شافوه نعم. كمان لو بدنا نحكي نرجع شوي لورا استاذ ليث نعم. انت لو بتحكي تجربه اخرى لو نتذكر عدي القرة انا من رايي من افضل المهاجمين على مستوى الاردن هداف نعم. الدوري العماني عدي القرة هداف الدوري العماني بامتياز نعم. شوفت شو صار مع عدي القرة كمان الزخم الاراء السوشيال ميديا اللي هناك انا كنت اشوف كمان في اعلام له بموجه كان ضد بعض اللاعبين كان للاسف الكل ياخذ بهذا اللوبي اللي هو كان سلبي على اللاعبين كان ينزع الثقه من هؤلاء اللاعبين المتميزين فبالتالي ما حصل بالسابق مع عدي القرة الان للاسف انا شفته بحصل مع اللاعب محمد العكش المنظومه تغيرت الحاله الفنيه تغيرت على اللاعب فبالتالي كل هذا اثر بشكل سلبي انت لما تشوف الفيصل يخرج بها عبد الرحمن يتبعه خليل بن عطية يتبعه يوسف الرواجدي إذا نعم. الآن إصابة العرسان فبالتالي كل هاي العوامل أثرت على اللاعب الجديد على فريق الفيصلي العكش للأمانة للآن ينقص الثقة اللي هي المطلقة كيف الثقة المطلقة الثقة المطلقة إنه أنت لاعب جيد العب ما اللاعب هي الثقة عبارة أستاذ ليث عبارة إنه ما تحط اللاعب تحت منظار المدرب منظار الجمهور منظار الإعلام صحيح أي لاعب يتحمل ضغط ولكن الضغط كبير قبل وصول العكش لأول مباراة أثر بشكل سلبي للأسف النواحي الفنية كمان انساقت وراء هاي المرحلة الإعلامية اللي كانت سلبية على اللاعب بشكل كبير فبالتالي أنا برأيي لازم إعادة نظر بهؤلاء اللاعبين إعطاء الثقة ضروري جدا لاعب هداف بنافس هداف الدوري فيش مباراة لا سجل بيها نعم. شو المعنى إنه ما يسجل وكذلك عدي القرة هداف الدوري كابتن ديان ابقى معي في هذا الموضوع بدي ارحب ايضا بالكابتن احمد عبد القادر مدربنا الوطني يسعد مساك كابتن احمد يسعد مساك هلا كابتن ليث يسعد مساك كابتن ابو صالح
حبيبنا كابتن أحمد. نتحدث كابتن أحمد عن اليوم مواهب نجوم في كرة القدم الأردنية، أيضا من الواجب اليوم نسلط الضوء أكثر ونضع أيضا المشاهد بالصورة، ممكن يكون مش تدني للمستوى. يزن العماد أبدع، قدم أداء رائع في مرحلة الذهاب، ممكن في مرحلة الإياب غاب بسبب الإصابة عن الملاعب، عاد لكن لم تعد الحاسة التهديفية مع اللاعب. هل ظروف الفريق اليوم كمنظومة من اليوم اللاعب أصبح عليه رقابة لصيقة أكثر؟ كابتن بتحب احكي عن كابتن العكش في البدايه بصير. ولا احكي بصير بتحكي اللي بدك اياه كابتن احمد، انت بالعكس رايك بهمنا في جميع المحاور. الله يكرمك كابتن. نعم كابتن، اذا جينا انا بتفق مع الكابتن ابو صالح من الناحيه يعني ناحيه مشاركه اللاعب ومشاركه وضع الفيصل الفني. نعم بصراحه في اكثر من نقطه بالنسبه للعكش، بالنسبه له يعني كان في الصريح مميز جدا، وزي ما تفضلت عرفت الاهداف، الاهداف ما كانت وليده الصدفه. نعم بصراحة اللاعب بتمتع بذكاء وبتمتع بحس تهديفي عالي وبتمتع بلياقة بدنية عالية، لكن انه قدومه من نادي الصريح على المستوى الفني اللي كنا عارفينه بالنسبة للفيصلي في الوقت الحالي. نعم. انا بتصور انه كان غلط، كنت اتمنى في البداية كنت احكي انا انه لو استمر مع الصريح، لانه يعني ينهي الموسم كونه كان جاي من فريق درجة اولى ومستمر في فريق درجة اولى وفريق العربي كان فترة طويلة جدا. نعم كان بيثبت برجليه زي ما بنحكيها انه بيخبط على ارض صلبه شوي شوي. نعم فهذا انا بحكي انه كان بالامكان يكون افضل مما كان. نعم. بالنسبه للناحيه الفنيه بالنسبه له وللفيصلي، الظروف الفنيه اللي موجوده في الفريق، الظروف النفسيه اللي موجوده في الفريق، الحاله المنتاليتي زي ما بيحكوها ما كانت عاليه بالنسبه لفريق الفيصل، عشان هيك ما ظهر العكس، مجرد انه كان عليه ضغط نفسي انه يجيب هدف، وبتوقع لحد الان انه باللحظه اللي راح يجيب فيها الهدف راح يكون وضعه مختلف تماما. طب كابتن احمد السؤال الى كل الكابتن ديان، كابتن احمد يعني نعم. اليوم ممكن حكيت انت حاله صعبه، الفريق يمر باوضاع صعبه، النادي الفيصلي ككل، لكن نعم. ممكن هاي وجهه نظر مدرب في النهايه الكابتن عدنان عوض، لكن انه يبقى جليس الدكه لا يشارك، هل من المعقول لاعب كره قدم بهذه الظروف اللي ذكرتها أنه اليوم ينزل آخر عشر دقائق ربع ساعة بعد ما كان النجم الأول مع نادي الصريح وهداف الدوري في مرحلة الذهاب بأنه شارك عشر دقائق، كيف بدها تكون حالته المعنوية حتى يعود للحاسة التسجيل إذا ما أعطاه الفريق الثقة بأنه أنت النجم كما كنت نجم في نادي الصريح؟ كابتن يعني بصراحة أنا بتفق معك أنه أول شيء ما بتحمل مسؤوليته لا الكابتن راتب ولا الكابتن عدنان ولا أي كابتن درب الفيصلي. هسه بترجع إلها ناحيتين، الناحية الأولى إنه اللاعب بيقدر يرجع أو خبرة تسمح له إنه الوضع النفسي إنه يقدر إنه يعود زي ما كان موجود في فريق الصريح، إنه النجم المميز في نادي الصريح، بالإضافة إنه بده يكون موجود زملائه بنفس الفريق هم يساعدون بهاي الحالة بيقدر يطلع. بس زي ما إحنا بنعرف بصراحة اليوم نكون واقعيين إنه إحنا فريق الفيصلي فريق كبير وفريق مميز، إنه وإله جماهير، له قاعدة جماهيرية كبيرة. نعم. من يعني مجرد تفكير العكش إنه أول ما جاء بفكر بهاي الجماهير وبفكر إنه كيف بده يسعد هاي الجماهير، هاي عملت عليه ضغط كبير. مجرد إنه نعم. ما هدف في المباراة الأولى أو الثانية برضو كمان زاد عليه الضغط بزيادة، بحكم كمان إنه خبرته في دوري المحترفين ما كانت كبيرة وما كانت عالية. لكن إنه اللاعب قادر إنه يرجع، لازم يتغلب على نفسه في البداية. عرفت لا، لازم زملائه برضو كمان يساعدوه بغض النظر عن الوضع الفني عنده. نعم. يعني بالثلث الأخير من الموجودين في الفيصلي بغض النظر عن النتائج، موجود العرسان، موجود فيصا، موجودين يعني عنده لاعبين كثير مميزين، ما بدي يعني أنسى بعض الأسماء المميز اللي بالثلث الأخير ملعب الفيصلي. نعم. لكن هذا رأيي بالنسبة للعكش في الوقت الحالي. نعم. يعني إنه أحيانا ما بقدر نلوم المدرب، لازم اللاعب كمان شد حاله وساعده. نعم يزن العماد كابتن. بالنسبة ليزن بصراحة يعني نكون واقعيين، يزن لاعب من طينة الكبار فعلا، ما بحكي انه انا بجامل انه انا دربته في المنتخب الاولمبي، لكن نعم. هو مستقبل كرة القدم الاردنية في الثلث الهجوم مع زملائه زي محمد الزعبي زي علي علوان واللاعبين المهاجمين القادمين زي العكش. لكن الظرف الموجود عند يزن، انت تطلع على فريق سحاب، يعني بعد احترامي لجميع فريق وجميع اللاعبين، احنا نطلع على الثلث الهجومي بصراحه ضعيف جدا، بالاخص اطراف الملعب وعدم وجود سمير رجا وعدم وجود مثلا سام الثيوب باستمرار موجودين خلفه اللي هم يمونون كرات سهله. بنتفرج على يزن النعمات، اقل طاره بتجيب منها هدف بيكون راكض 40 50 متر و60 متر احيانا. نعم.
فهذه بتأثر على اللاعب نفسيا. إضافة النقطة الثانية اللي هو اللي يعني معظم مدربين الدوري المحترفين أصبحوا مسيطرين، يعني أنه نحاول أنه نسيطر على يزن أو نمسك يزن مان تو مان. بنخلص من الثلث الهجومي تبع فريق سحاب، وهذا يعني شكل برضه كمان ضغط كبير عليه، وبحكم أنه كمان السن صغير لسه، لكن قاعد بيحاول. أنا اللي شايف أنه بداية مرحلة الإياب بصراحة تراجع كويس، لكن الآن بنلاحظ أنه بيحاول صار يستخدم يعني شغلة الأسيست، أنه يحاول يصنع أهداف، لكن المنظومة بالثلث الهجومي الأخير لفريق سحاب بصراحة مش مساعدة. لما تتعدد الحلول اللاعب يعني بيكون قادر على أنه يعني أنه أمرر أو أني أهدف الخصم أو المدافع، يعني بصير فيه تشتيت. عرفت علي؟ وتحديدا خلنا نحكي في مباراة الفيصل، هي عملت عليه تأثير كبير، أنه كان صغير ما يعني شبه انه ما فيش كان يكون في اثنين يكون باستمرار عليه. اثرت عليه نفسيا. اوكي، فبتوقع قادم الايام انه يكون افضل، وبتوقع لو في خدمه من الفريق كامل يعني بطريقه افضل، لانه أوكي. اطراف سحاب بصراحه يعني بعد احترام للاعبين تحتاج الى عمل. نعم كابتن احمد خليك معي، بدي اياك بس في نهايه يعني تحملنا شوي عشان توجه رساله للاعبين الاثنين. بدي تضل معي مثلاً. وبدي اروح للكابتن ديان عبر سكايب. كابتن ديان معك. كابتن ديان، تحدثنا عن محمد العكش، ايضا يزن النعمات موهبه اردنيه صاعده، هل تتفق مع الكابتن احمد عبد القادر؟ بالتاكيد بتفق مع الكابتن احمد عبد القادر. كمان شغله مهمه جدا تطرق لها الكابتن احمد، هي تنويع الخيارات الهجوميه لفريق سحاب. المدربين للامانه يعني احنا دائما ما بنيجي على المدربين، لكن احنا اللي بنشوفه تركيز على هذا اللاعب بشكل كبير، المطالب بشيء اكبر منه. هذا بتحكي فريق محترفين، صعب عندنا ايام اللاعب الاوحد راحت هاي استاذ ليث. الان في مجموعه لاعبين، منظومه لاعبين، المفروض انه تركيز الفريق الخصم على يزن عيمات، انه احيانا يكون في حلول يستغلها اي مدرب في تنويع الخيارات الهجوميه. اوكي في رقابه كبيره على كمان يزن عماد، كل الفرق مقروء، صار اللاعب الأماني صار مقروء، فبالتالي يكون في حلول أخرى غير يزن عماد بتفك الضغط عن يزن عماد، هذا بيعطي اللاعب أريحية بالأداء. فبالتالي أنا بتفق إنه أحمد يزن عماد، محمد العكش عليهم ضغوط كبيرة. وفي نقطة حكاها الكابتن أحمد عبد القادر بالنسبة للعكش، إنه بالعربي كان لازم يطلع، ما في مجال يكمل مع الصريح، لأنه بنتهى عقده مع العربي وبدهم يستغلوا العربي لهذا اللاعب حتى يكون انتقال عقده كامل، فما كان بإيده انه يكمل مع الصريح، فكان مجبرا اخاك لا بطل. ولكن بعوض بكرر انه مش المدربين، زي ما تفضل احنا مش ضد المدربين ابدا، هم زملائنا، ولكن المنظومه اللي بمر فيها سحاب للامانه منظومه صعبه، كذلك الفيصلي منظومه الفنيه انا شفتها صعبه جدا من بدايه الدوري. الفيصلي لم يكن هو الفيصلي لما يكون لاعب دخيل على لاعب على فريق بحجم الفيصل، يكون الفيصل بعزه صدقا، الفيصل بيشيل اي لاعب حتى لو كان مستوى اقل من العكش، فما بالك في لاعب اجاه هداف الدوري. فبالتالي انا باكد على الكلام اللي حكاه الكابتن احمد، وبتمنى انه الضغوط تنشال على هؤلاء اللاعبين، بتمنى هؤلاء اللاعبين كمان يتحملوا الضغط ويثبتوا انه هم الافضل، هم القادرين على انه يتعدوا هذه الضغوط حتى يؤدوا اداء افضل في القادم ان شاء الله. ان شاء الله. بدي اشكرك كابتن ديان على وجودك معنا عبر سكايب. وكابتن احمد اخيرا، كابتن احمد عبد القادر. كابتن، اول شيء بالنسبه للعكش يكون هو على قناعه تامه انه ما تم التفكير في فريق كبير مثل فريق الفيصل، الا انه هو لاعب كبير وقادر على انه يتجاوز هاي الظروف اللي لكن الشرط الرئيسي والشرط المهم جدا انه يتغلب على نفسه بالبدايه، يساعد مدربه انه ينزله على الملعب، وعلاقته مع زملائه هي اللي راح تساعده بالاخير انه يصل. انا بدي كابتن يعني تعتبر محمد العكش ويزن امامك الان، شو بتنصحهم شو بتحكي لهم؟ اللي بحكي انه هم يتغلبوا على انفسهم، هذا اهم شيء. عرفت قبل انه يعني مش المطلوب من المدرب، المدرب بالعكس بتمنى اي لاعب يكون قوي جدا في الملعب وشخصيته قويه ويقدر يفرض حاله في الملعب، شيء بيبسط المدرب. عرفت علي؟ فالمطلوب منهم انهم يتغلبوا على انفسهم بغض النظر عن الظروف اللي موجوده حواليهم، لكن هو يصنع التاريخ بالنسبه له، ويثبت انه هو فعلا انه لاعب كان من طينه الكبار في نادي الصريح، وقادر على انه يكون لاعب من طينه الكبار في نادي الفيصل. بالنسبه ليزن العماد، بصراحه يزن ممتاز باللعب قدم اليمين وقدم اليسار، لكن بتمنى انه الان بلش يفكر صح، انه يتفوق على نفسه كمان، ويكون التحضير الذهني
له قبل المباريات يكون كبير، لأنه إن شاء الله أنه بيكون ماشي بالطريق الصحيح والطريق السليم، وفعلا قادر أنه يكون هو الرقم الصعب بالنسبة له بالناحية الهجومية بالنسبة للمنتخب الأردني وبالنسبة لنادي سحاب. إن شاء الله. بدي أشكرك كابتن أحمد عبد القادر على وجودك معنا في حصاد الرياضية عبر الهاتف. الشكر لك كابتن ليت، الله يبارك فيك، شكرا لك. والآن مشاهدينا الكرام، من دوري أبطال آسيا ومشاركة الوحدات في آسيا ولدوري المحترفين إلى دوري الدرجة الأولى، اليرموك بلعمة مواجهة سابقة جمعت بين الفريقين قبل المواجهة بأربعة أيام. الفحوصات الدورية من قبل اتحاد كرة القدم أثبتت إصابة أحد لاعبي نادي اليرموك بفيروس كورونا. بعد أربعة أيام المواجهة كانت على استاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء. راح نستعرض فيديو وتواجد اللاعب المصاب بفيروس كورونا، تواجده في أرضية استاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، لم يشارك في المواجهة لكن تواجد اللاعب. نشاهد كشف وأسماء اللاعبين حسب الفيديو اللي موجود معنا اللي راح ينعرض الآن على الشاشة. هذا كشف بأسماء ونتائج فحوصات اللاعبين. أحد اللاعبين النتيجة أمامكم تعطي بوزيتيف مصاب، هذا كان بتاريخ 13/12/2020. بعدها بأربع أيام 17/12 كانت المواجهة على استاد الأمير محمد، وأمامكم يظهر اللاعب أثناء تواجد فريقه في الملعب، كان اللاعب متواجد في أرض الميدان. مشاهدينا الكرام، يعني يظهر في هذا الفيديو اللاعب المصاب تواجده في استاد الأمير محمد في المواجهة التي جمعت بين اليرموك وبلعم. يعني عدم الالتزام، هذا الموضوع بعيدا عن الرياضة بعيدا عن كرة القدم، لازم يكون في التزام اليوم من ذاتنا، اليوم كمواطنين نلتزم. يعني الخروج من المنزل كله غلط، وانت اليوم ثبتت إصابتك بفيروس كورونا، كيف تروح تتواجد في ملعب كرة قدم؟ لا قدر الله إذا الأعراض ما كانت واضحة عليك كلاعب ممكن تعدي شخص آخر تسبب بدخوله للمستشفى. المهم بعد هذه المواجهة بكل تأكيد مشاهدينا الكرام إدارة نادي بلعم اجتمعت وقدمت شكوى رسمية لاتحاد كرة القدم بوجود اللاعب داخل أرضية الميدان. أمامكم طبعا الشكوى المقدمة لاتحاد كرة القدم من قبل نادي بلعم. الحديث أكثر وأكثر راح يكون مع الناطق الإعلامي خالد الخوالدي لنادي بلعم للحديث عن هذا الموضوع. أستاذ خالد يسعد مساك. مساء الخير أستاذ ليث. في البداية ممكن قدمت شكوى لاتحاد كرة القدم بخصوص هذه الإشكالية، آخر الأخبار؟ أولا أستاذ ليث اسمح لي أن أشكر القناة الرياضية وأشكر الإعلامي المبدع ليث السعود الذي دائما يسلط الضوء على القضايا الرياضية المهمة في البلد. هذا واجبنا كابتن. كابتن، أولا أقيمت مباراتنا الهامة مع نادي اليرموك في الجولة الماضية من دوري الدرجة الأولى. نعم. وبينما لاعبو الفريقين يستعدون للإحماء، وبالذات لاعبو فريقنا نادي بلعم الذي كانت المباراة بالنسبة له مصيرية في حالة فوزه ليقفز إلى المركز الثاني خلف نادي ذات راس. نعم. فوجئ لاعبو فريقنا خلال دخولهم نفق الملعب باتجاه داخل المستطيل الأخضر، وتحديدا بالقرب من مقاعد البدلاء كان اللاعب المصاب الكابتن سامر يقف على المدخل الداخلي للملعب الأمير محمد، وتحديدا على بعد أمتار من العشب الأخضر، ويتجول على البساط بكل أريحية، رغم أن الاتحاد الأردني كما أكدت الفحوصات أعلنت إصابته قبلها ب 72 ساعة. في تلك اللحظات بالذات كان الشعور لدى لاعبينا مريعا ومخيفا، فاللاعبون يمرون بالقرب منه يلمسونه أو يحتكون به، وهذا يعني بأنه لا سمح الله ربما تحدث إصابات، ناهيك عن أن اللاعب تحدث مع بعض الموجودين في الملعب من مدربي الفريقين ومن بعض اللاعبين وغير ذلك. كابتن حكيته أنتوا أثناء يعني أنت لماذا جاء إلى هنا؟ كان من المفروض أن يتخذ الاتحاد إجراء سريع، فوجود هذا اللاعب في الملعب فيه ضرر كبير على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والحكام والمراقبين، حتى أن الأطفال والعائلات كانت تتنزه في ملعب الأمير محمد. زميل ليث، لا أعرف كيف مر من موظفي الاتحاد الذين يجون الفحوصات
ولا يدخل إلا كل شخص يحمل باجة رسمية للاتحاد أو للإعلام. فالمفروض كان باللجنة الطبية في الاتحاد أو لجنة الصحة والسلامة العامة كما تسمى أن تضع أسماء المصابين لدى موظفي الاتحاد الأردني. فهل يعقل هذا الأمر؟ يعني شيء غريب وعجيب. خلينا الاتحاد على جنب. يعني اليوم إحنا بنحكي اليوم من حسنا اليوم كمواطنين أنه أي شخص يعني اليوم اللي برشحه فلوز بقعد في الدار ثلاثة أيام، فما بالك اليوم بفيروس دائما بننبه وبنحذر منه، والأطباء والحكومة دائما بتحذر عبر وزارة الصحة من هذا الموضوع يكون متواجد. أثناء تواجده حكيتوا أنتوا لإدارة اليرموك أو الإداريين المتواجدين بأنه كيف دخل اللاعب أو أنه ابعدوه مثلا عن المنطقة يعني حتى تكون يعني الأمن والسلام لجميع اللاعبين. في النهاية إحنا مش ضد اللاعب، بالعكس إحنا اللاعب بنقول الله يقومه بالسلامة ويشافيه، لكن حتى اليوم ما يعدي زملائه وأصدقائه. أستاذ ليس الجميع يعني رأى اللاعب واطلع وتكلم معه ومراقب المباراة رأى وتكلم، يعني الكل رأى بأم عينه. نعم. يعني لا يعقل أن نقوم نحن بالنصح، يعني إذا اللاعبين يعرفون وهو لاعب سبق له الاحتراف خارج الأردن يعني خارج البلد يعني. نعم. يجب هناك أن تكون مسؤولية أكثر. وكما قلت أنت، ما الفائدة من البروتوكول؟ حرص الحكومة على سلامة المواطن، يعني هذا إذا لم يتم تخسير النادي الذي ارتكب هذه المخالفة الكبيرة وفي وقت يعني صعب جدا بالنسبة لسلامة المواطنين، يعني نعم. معناته سنشاهد الكثير من اللاعبين المصابين في قادم الجولات. خلص. يقول لك أنا باجي وبحضر وبتجول لأنه ما فيش لا تخسير لفريقي وما إلى ذلك. أستاذ ليس، أنا حابب بس أشير إلى نقطة كبيرة جدا ومخالفة في اللوائح. سريعا، المادة 9 إشراك اللاعب المصاب تخسير 3-0 ألف دينار. نعم. المادة 10 مشاركة اللاعب المصاب وما زال مصابا إيقاف 6 مباريات. يعني هذه كيف تدخل المخ؟ المادة 9 إشراك اللاعب تخسير، المادة 10 مشاركة اللاعب إيقاف 6 مباريات، المادة 11 تواجد أي شخص مصاب من أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي قبل أو خلال أو أثناء المباراة تخسير 3-0. طيب هل اللاعب ليس إداري أو طبيب أو مدرب؟ ألا يعامل نفس المعاملة؟ هنالك ثغرة واضحة في النقطة، وأعتقد أنه من ضمن المادة 11 يجب تخسير على أي أساس، على أي أساس يتم ذلك؟ نحن نكون كل الاحترام لنادي اليرموك، إدارة واعية وإدارة كبيرة لضيق الوقت، ولهم لضيق كل الاحترام والتقدير. علاء أستاذ علاء، لكن أستاذ علاء بس أعطيك نقطة. أستاذ علاء لضيق الوقت أنا بدي أشكرك على وجودك معنا عبر الهاتف. بدي أروح لإدارة اليرموك في هذا الموضوع. أنا اليوم تواصلت مع رئيس اللجنة التأديبية بخصوص هذا الموضوع. خلال الأيام القادمة الموضوع عند اللجنة التأديبية راح يصدر القرار وراح يطلعوا على اللوائح غرب آسيا واللوائح الآسيوية والتعليمات الآسيوية ويتخذوا القرار المناسب في هذا الجانب. أيضا الطرف الآخر من نادي يرموك مدير نشاط الكرة جهاد عطية. يسعد مساك أستاذ. يسعد مساك أستاذ ليث وأستاذ المشاهدين الكرام. سريعا أستاذ جهاد، لاعب مصاب متواجد دورك اليوم تأدى. أنا يكون في وقت لكن أنا راح أختصر بشكل سريع جدا. أوكي كابتن. أنا أولا اللاعب مخطئ ولا أبرر نهائيا وجوده في الملعب، خطأ اللاعب ارتكب خطأ جسيم وحقيقة يجب أن يتحمل المسؤولية، هذا نعم. ما في أي خلاف عليه. نعم. قضية الأهم من ذلك، اللاعب أصلاً خارج كشف المباراة. نعم. المناسب للمباراة هي تكملة ليوم الأربعاء، كانت مباراة مقام الأربعاء، لم تتم تكملة المباراة بسبب الظروف الجوية، تأجلت يوم الخميس. صحيح. الخميس بدأت المباراة من الدقيقة الثامنة، بمعنى أنه اللاعب خارج الكشف تماماً، واللاعب أصلاً مبلغ لم يحضر التمرين من 4 أيام. ومبلغ بشكل رسمي انه ما يحضر على المباراه اسوه بباقي اللاعبين اللي صابوا قبله. نعم. وبالمناسبه نادي اليرموك للانديه اللي كانت محطه لفحص الكورونا بالتعاون مع الاتحاد على مدار اسابيع سابقه. نعم. القضيه الثانيه، نحن حريصين جدا في نادي اليرموك لتطبيق البروتوكول انه هذا فوق كل اعتبار بعيد عن الرياضه وغير الرياضه. نعم. لذلك احنا كنا باتصال مباشر مع الاتحاد الاردني ومثل بمسؤول ملف الكورونا السيد علي شهاب بكل نتائج كورونا، حتى لدرجة إذا النتائج كانت تتأخر كنا نحن نتواصل مع الاتحاد ليبين لنا كيفية ومين المصاب وكذا حتى نبعد عن التمرين، لأنه سلامة لاعبينا بالدرجة الأولى طبعا. أهم من كل النتائج طبعا. القضية الثانية، اللهم صل على محمد، حضور اللاعب للملعب، حضر اللاعب واللاعبين جوا غرف الغيار، دخل على الملعب وقام إداري فريق نادي اليرموك بالمناداة على مراقب المباراة حكى له بالحرف الواحد هذا اللاعب مصاب أرجو خروجه من الملعب مباشرة. ذهب مراقب المباراة لسامر وقال له يا سامر أنت مصاب أخرج من الملعب. خرج من الملعب قبل بداية المباراة بـ10 دقائق. نعم.
على حسب الفيديو اللي شاهدته الان انا ما استاذ جهاد بنقول لكم يعطيكم العافيه استاذ جهاد استاذ جهاد لضيق الوقت لضيق الوقت استاذ جهاد انا بدي اشكرك حبت يعني بصراحه حاب نعطي الموضوع هذا اكبر لضيق الوقت بدي اشكرك على وجودك معنا عبر الهاتف وعلى حسك وروحك اليوم حس المسؤوليه عندكم كنادي يرموك ونتمنى اليوم من لاعبين من مدربين الالتزام يعني اليوم سمو الامير جهود كبيره باستمراريه كره القدم الاردنيه مش مشان تكون يعني بتصرفات فرديه تكون مصدر اليوم لعدوى لكورونا اليوم يكون في التزام اكبر ونتمنى من الاتحاد يكون في ايضا اتخاذ قرار صارم حتى تكون عبره لاي شخص اخر بفكر ما يلتزم بالتعليمات وبالقوانين الصادره دائما عن اتحادات كره القدم والاتحادات الرياضيه في نهايه الحصاد الشكر لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه تحيه مني لكم والى اللقاء.